الأمة. النائب عادل يرى الله الخرافي كان له تصريح في مجلس الأمة يقول وزير المالية اللي هو أنس الصالح اتصل علي لإطفاء الإضاءة بمجلس الأمة بعد الدوام. وزير حريص طف الليتات. أي الوزير المالية ليش ما اتصل على المدارس؟ ليش ما اتصل على كل الجهات الحكومية؟ ما الحين فينا لو واحد يروح مجمع الوزارات شاب الإضاءة مجمع الوزارات روحوا كل الجهات الحكومية بالدولة الإضاءات كلها شغالة. هي بس على مجلس الأمة ظهر وزير المالية يبي شيء من مجلس الأمة. أعطوني التقرير. هالأيام نتكلم عن انخفاض سعر النفط ونتكلم عن رفع الدعومات. أقرينا أربع هيئات ذات ميزانيات مستقلة. أربع ميزانيات مستقلة معناتها تحقق أموالها من عائداتها. أنت قاعد تصرف عليها، ليش للحين ما اشتغلت؟ صار لها سنتين. ليش تأخذ من ميزانية الدولة ونروح نطلب المواطن؟ هذه المفروض نحاسبهم، ليش ما دخلوا بيزات؟ هذه موارد للدولة وأقرها المجلس وعطاك في بعضها سنتين. هيئة الاتصالات هذه منبع فلوس أقل ما فيها لازم تدخل لك نص مليار، وينها؟ ليش ما اشتغلت؟ ليش نركض نهرول على الترشيد رغم أنه في ملاحظة عليه؟ خلنا نرشد بالأداء الحكومي أول. إحنا نخرب الاقتصاد في البلد، المعادلة غير سليمة. حتى هيئة النقل والطرق هذه كانت مفروض تدخل، أمس فاتحين 4 كيلو شوارع جديدة، هذه لها عائدات مالية، ليش تاركينها كذي؟ غلط والله غلط. يبوا البروفيشنال حتى يجدون موارد كثيرة، بس فعلوا القوانين اللي عطيناكم إياها، فعلوها ومستعدين لقوانين جديدة. نحن في أزمة، يجب أن نوقف هني ونتصارح، ويجب أن نرفع البيرق إحنا في المجلس قبل الحكومة. أنا أكبر فيك وزير المالية أنك تتصل فيني أمس تقول لي طفوا ليتات المجلس، صح إحنا غلطانين شابين ليتات المجلس، وخلي يسمعني الأمين العام. نعم مباني منشآت حكومية فاتشة الكهرباء طول الصيف ومكيفات بعد، بس أنا ما بيعايك أنا غلطان، بس أنا أقول عندك موارد أخرى. إحنا مثل ما نحاسب لازم أنت حاسب، مثل ما نعمل لازم نعمل، بس انتبهوا يا ربعنا لا تروحون حق المواطن البسيط. صدقوني الكويتيين ما يبخلون على بلدهم، أقسم بالله في مواقف كثيرة الكويتيين من أبسط واحد لأكبر واحد مستعد يقدم إذا كانت الكويت في أزمة، إنما لما يشوف التسيب في المال العام أو عدم الاكتراث بتنويع مصادر الدخل نيجي نقول له أنت سو، ما أنت قاهد الفلوس عندك ما اشتغلت عليها، ليش يا يبا ما اشتغلت عليها؟ برافو ابو مساعد، برافو. تعال قول الحكي هنا في البرنامج. وصلت يا ابو مساعد؟ من منبر الشعب